وراي الشعب، ومصلحتكم فوق دماغي من فوق، علشان كده انا بتنازل للحاج حجازي. عارفين ليه؟ لان الحاج حجازي النهارده شركاته تقدر تدخل تلاجة في كل بيت. ومش كده وبس، ده اللي ما عندوش بيت خالص شركات الحاج حجازي هتبنيله. شركات حجازي دي بتبيع الهوا، الارباح اللي بتاخدوها دي مش من شركات ولا مشروعات ناجحه، دي كلها من الاعلانات اللي بيعملوها في الجرايد علشان يجيبوا ممولين جداد يدفعوا فلوس تاخدوا منها ارباح. ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ ارموه بره. حرام عليك، حرام عليك يا اخي، ليه عايز تهد حجازي؟ مش كفايه اللي عملته فيا؟ يا مجنون، اكشف حجازي دلوقتي عشان تبقى انت الاحسن وتاخد الفلوس بحالها لوحدك. فلوس ايه؟ الحق يا حجازي، واحد اللي بيشتغلوا معاك عايز يهدك. بس انت مين فيهم؟ ارموا اللي ما يعرفش ربنا دي بره بلدنا الطاهره. بتقول ايه يا حجازي؟ انا ما اعرفش ربنا انا على خسارة كعك يا سي، خسارة كعك. واحد هيدخل مجلس الشعب تاني ممكن يبقى بطل من ابطال العالم، وبرهان قاعد بينضرب منهم، وبدل ما يغضب وينتقم لا قاعد بيدور على حكمه جده كانت ايه. ده اللي يعرفه الفكر. فكر ايه؟ مسرحيه ايه قدام اللي بيحصل ده؟ انا بعمل المستحيل علشانه. لا، علشان نفسك، عشان حلمك بالفلوس. انت السبب يا ست اللواء. فاكر العربية اللي بتوديني المدرسة؟ والعسكري اللي بيفتح لي الباب؟ البنات كانوا بيحسدوني على عبها اللي انا فيها، بس مصروفي كان اقل من مصروف بنت تاجر في وكالة البلح، عشان كانوا بيختاروني الفتاة المثالية، وفي الحفلة كان فستاني بيبقى اقل من فستان بنت ابو الشواشي. كل زمايلك اللي خرجوا من الجيش اغتنوا وعيشوا ولادهم في نعيم الا انت. طول عمرك عيشتني في وهم سلطان سيادة اللواء. فاكر عمرك ما اديتني الفلوس اللي دست ايد السلطان ده؟ لكن برهان بايده اللي هو يديهولي لو عمل اي مجهود. ما تتهريش نفسك، برهان ما عندوش نفسيه مقاتل. نوع من القهر الذاتي بحس بيه قدام الفلوس. طب ايه يا ماما؟ ما تقوليش ذاتي، قولي نوع من القهر وبس. بس يا استاذ فتوح الحوار بيقول كده. يا ماما انا بدور على الافيه، النكته اللي يضحك الناس. لما تقول نوع من القهر هي هترد عليكي وتقول لك ان شاء الله تتقهري يا حبيبتي، تقوم الناس تموت من الضحك. فهمتي؟ صلح يا ابني، صلح صلح. ايه ده؟ مالك يا نهر؟ عرفني بالنقاط الرجاله وسيبني عليهم واحد واحد. علشان ايه؟ اذا كان برهان ما عندوش نفسيه مقاتل انا عندي، ومش هتهزم ابدا.
لا حرام حرام. ده انت خلصت الحجر. مين قالك انه حرام؟ امال ليه بيقفشوا اللي بيشربوا حشيش؟ حقد على مزاج الشعب. ده انا لو ابقى رئيس حكومه خد شد شد عشان تحس بمشاكل الناس وتقدر تعبر عنهم. شد ايه؟ انت رايح فين؟ في ايه؟ في ايه؟ هو انا جايبك عشان تستلهولي وتمشي؟ سيبيني انفذ خطتي بطريقتي. خطة ايه؟ ده ما فاضلش من المهرة غير شهر. بقولك ايه؟ انا خايفة لمجدي يكسب ما بزيادة علينا اللي لميناه بقى وننفد بجلدنا. ما تشيليش هم، من بكرة الصبح حرمي اخر كرت على الترابيزة. طبعا موافق، بس احب اعرف شخصية اللي هيمول المباراة. والله هو شخصية عامة بس رافض يروح لاسمه، ودلوقتي حتمد العقد ولا؟ طب والتلفزيون؟ ايراد التلفزيون ليك والامر الصناعي كمان. وبالمناسبة دي حضراتكم معزومين في حفلة النهاردة. شكرا. يا ولاد يا ولاد مبروك يا ولاد، قضينا عقد تمويل المباراة. ايه 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 مكسرة الدنيا، واحد دخل أربع مرات، بجيب الإسعاف تشيل الجمهور. مساء الخير. أهلا أهلا، مساء الخير، جيت في معادك بالظبط، اتفضل. عوض الربيعي الناقد المسرحي المشهور. أنا كان نفسي أتعرف على حضرتك من زمان. اتفضل اتفضل. شكرا. هو حضرتك بتكتبي مسرح؟ يبقى بتكتبي مسرح وسياسي كمان صح؟ انا عايزه اعرف راي حضرتك في المسرحيه دي. ركز يا عوض، المسرحيه من اخراجي. ها قلت ايه؟ تبقى هايله طبعا. انا هكتب عنها في العدد الاسبوعي. احنا مش هنشرب حاجه ولا ايه؟ عايزين نفك القعده شويه. ركز يا عوض ركز. مات، شوف الاستاذ عوض الربيعي يشرب ايه. مانجا وعلبه مارلبورو لو سمحت. انت مركز قوي يا عوض. Guns in the sky, guns in the sky, tower crows up to see. Guns in the sky, used to be on TV. Running chase, forgot the joke. It's great to see when I'm running late. Da da da, love your hair. Da da da, lend me a tear. Da da da, I love your big house. Da da da, it's your spare time when I'm sick of it. It's a load of shit. We can stop the world and let off our fools and let them go live with the guns in the sky. Guns in the sky, guns in the sky, guns in the sky, guns in the sky. يتجوز كل دول؟ كل ده حرام في حرام يا صاحبي. هيروحوا النار. شدلك نفسك يمكن تنسى.
الله استغفر الله. حتى مجدي طلع فلاتي وبتاع نسوان. اعوذ بالله اعوذ بالله. اهدى اهدى يا حاج حجازي اهدى. ما بقاش فيهم حد احسن منك. اعملوا فيهم ما بدلكم. ومين الممول ده؟ معرفش انا لقيت واحد زي